السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبرر سافرين لرعاية المواطنين بغداد مركز الصدر في زيارتها التفقدية والميدانية. زيارة المواطن عباس هاشم حسن. السلام عليكم عباس. السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ عباس أنت شنو نوع سكنك؟ سكن مالتك مو لك إيجار؟ لا إيجار. إيش قد كل شهر؟ 250. 250 ألف. متزوج؟ نعم. عندك؟ متزوج. أربع أولاد. مو؟ الله يحفظهم. أربعة. زين. شنو اللي تعاني أنت؟ شنو اللي عندك؟ روماتيز. روماتيز. صدفية. اللي هو في شاشة العظام مو؟ إيه روماتيز. روماتيز. وصدفية ذا صدفية. اللي هو هذا شاشة العظام يعني اللي قلت لي مثلا ما اقدر اشيل ثقل ولا شنو؟ اي ما اقدر ورم عندي يصير. يصير ورم بايدك. هسه ما اقدر اتطاول ليش ما اقدر اشيلها؟ ها. صراحة هي قوة اشيلها الا بهاي اجربيها. ها زين. يعني كعمل ما تقدر تشتغل؟ لا ما اقدر اشتغل. مناشدتك شنو؟ علاجك كل شيء يعني كل شهر تقريبا ايش قد تصرف؟ من عدا الايجار. تصرف يعني 50 فوق 50 كل شهر. كل شهر. مراجعتك الدكتور كل شهر؟ كل شهر اي. زين. انا باجي اسعد فوق 50. زين هو هذا مزمن ده صدفيه؟ اي مزمن. مزمن. عندك شيء حاب تريده او طالبته؟ شو اللي رايده؟ هاي الحمد لله والشكر بس العلاج اهم شيء. ايه. شغل ما اقدر اشتغل يعني. زين. شغل ما اقدر. من المتكفل بايجارك؟ من المتكفل؟ والدتي. والدتك متكفله بايجارك اللي هي مصرف؟ لا لا غير مكان. يعني تعطيني مصرف و علاجي شغلاتي كلها. الله يحفظه ان شاء الله. الله يهديك. والدتك اللي قايمه؟ والدتي اللي قايمه بايجاره اللي هو 250,000. كل شهر يكون يعني 50 فوق ال 50,000 اني اشتري علاج ومن عدم مراجعه الدكتور. هاي مناشدته لاصحاب القلوب الرحيمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.